عسلامة عسلامة عسلامتكم الناس كل شحويلكم ان شاء الله تبدأوا في خير ونعمة يا رب. كيما تراو شه 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 ما شاء الله. باش نعمل مع بعضنا كعبة بسكويت بلاش زبدة بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات موجودة بقدرة ربي في كل ده. بسم الله توكلوا على ربي ونبداو. كيما تراو لهنا باش نستحقوا الكعبتين عظم، عليهم هنا ساشي سكر فاني، سكر فاني وعليهم 100 غرام سكر، ما يقارب 10 مغارف متاع ماكلة كبار سكر، سكر أبيض من سكر محاول. بالنسبة للوصفة هذية ما تستحقش للروبوت، نجموا تعملوا حتى بيديكم كيما تنجموا تعملوا بالروبوت اللي يساعدكم انتما واللي أسرع لكم بالطبيعة. أنا بديت هكا بيدي ومن بعد كملت بهذه، يعني حسيتها أسرع بصراحة وما تعبش خير. فوالا للي تراو العظام بدا هكا دوب شوي يتبدل لونه، نصب عليه 70 ملليلتر زيت، يعني زيت نباتي، وتنجموا تكملوا تخلطوا حتى بيديكم ما غير ربورة مش مشكل. للي يدخلوا في بعضهم المكونات الكل، هنا باش نستحقوا واحدة خميرة متاع جاتو فيها 7 غرامات هكاك مغرفة صغيرة، معناتها نحطها مع 350 غرام فارينة. بسم الله بشوية بشوية نبدأ نصبه في الفارينة متاعنا، ما نصبوهاش مرة واحدة، نصبه بشوية بشوية ونخلطه بشوية ونخلطه للي حاسيلو نتحصلو ان شاء الله تطرعو بعد على عجينة متماسك. تبداو هنا بسم الله كيما تراو تلموا بيديكم باش تتلم العجينه نتاعنا بالكدا، المهم ما نستحقوش باش نعجنها، جوست لهنا باش نلموا الخليط لاكثر لاقل. وبالنسبه للوصفه هذه ما تستحق الزبده خاطر تتراو مش باش ترتاح ان شاء الله. فوالا هنا كملت الفرينه الكل وباش نبدا نلم فيه ما غير ما نعجن، جوست نلم وكهو. وكان كملتوا الفارينة متاعكم وحسيتوها من الزيت تتلصق شوية، تنجموا تزيدوا مغرفة صغيرة، تبدأوا تزيدوا بشوي. أنا زدت مغرفة كهو للي تحصلت على عجينة كيفاش تشوفوا فيها ما شاء الله، يعني كي تحطوا صبعكم ما عاش يلصق ويخلي البلاصة يعني التراس. وكيف ما قلت لكم العجينة هذه ما تستحقش راي باش ترتاح، يعني تسملوا بسم الله وتتوكلوا على ربي وتبدأوا تخدموا به. بسم الله نبداو توا نشكلو في الفورم الاولانيه في القالب الاولاني، طريقه سهله وبسيطه على الاخر. خذينا شويه من العجينه هذيك كعبوره كما ريتوها، كركبناها كعبرناها وفطسناها هكا بصوابع ايدينا ما فيها حتى شيء، لين تحصلنا على الفورم هذيك حطيناها فوق بابي كويسون ونكملو بنفس الطريقه. جوست انا نعاود معكم كعبه اخرى باش تشوفوها ما خير ما فيها شيء، احسن منها يظهرلي ما فيهاش. نجيو للقوادب، القوادب موجودة بقدرة ربي في كل دار، تاخذوا تابو كيما تراو ختام تاع دبوزة، تاخذوا أي حسيل كيف ما ريتو، حاجة تساعدكم مدورة، المهم تكون الحرف متاعها شوية ماضي. بسم الله وتبداو تفورمو بالطريقة هذه، باش نوريكم كعبة أخرى تشوفوا ما خير إن شاء الله خاطر يدي لهنا غطات. كيف ما تراو طريقة سهلة عند الاخر، تبداو من فوق وتبداو تهبطوا بشوي ما فيها حتى شيء سهلة، المهم تاخذوا دورة تكون قريبة هكا للدورة اللي كعبرتوها هذيك. ولا تبقلوا لين يحضر، دخلوا الفور 180 درجة مدة 15 دقيقة ونخرجوا ان شاء الله، ديما تفقدوا حسين. نتعداو للشكل الثاني كيما تراو بسم الله، تاخذوا طابو متاع دبوزة ماء اي خطاء حسيلو تحبوه كبير ولا صغير، تاخذوا به الكيل القياس معناتها فوالا، تنحي شوية من العجينة هذيك تجي قد الدورة متاع الطابو متاعكم سهلة، وتكركبوها تكعبروها وتحطوها على جنب فوق بابي كويسون. نعاود معاكم كعبة اخرى تشوفوا كيفاش تجبدو وإلا بمغرفة صغيرة، المهم انتوما يكون الكعبورة متاع معناتها العجينة تكون على قد الخطاء اللي خذيتوه، تتفهموا من بعد ان شاء الله علاش. بسم الله ناخذوا نفس الطابو الخطاء هذيك اللي خدمنا به من الاول وننزلوا، حتى الصغار ينجموا يعملوها معاكم في الدار بطريقه سهله وبسيطه ما فيها حتى شيء. انا ننزل باش نوريكم الاكثر الاقل، يعني جوست باش نخليه حفره في الوسط بالكدا وباش تبقى شويه من العجينه خارجه على جنب تاع
تنوريها لكم الكعبة كيفاش تجي ان شاء الله. بسم الله. تاخذوا اي باي عندكم في الدار تعملوا نقبتين هكاك، نتحصلوا على فلسة فيها نقبتين، ريتو مسهلها فيها شيء ومنظرها مزيان على الاخر حاسين، وسختو الصغار يشيخوا عليها ولا. وكان عندكم باي اجود شوية تنجموا تعملوا 4 نقبات، يعني اللي ساعدكم انتم. انا لهنا جست حبيت نوريكم الكعبة كيفاش. كملت بنفس الطريقة اما النقبة اجود شوية كما قلت لكم، عملت بها 4 نقب متاع بوتون كيما فلست، يعني الكبوت حاشين وهكا كبيرة شوية الفلسة وفيها 4 نقب جويدين، وإلا زوز كبار بنفس الطريقة. 15 دقيقة فور 180 درجة ونتعداو للمرحلة اللي بعدها، يعني القالب اللي باش نعملوه حبيت نقولكم اللي بعده. كيف ما ترى العجينة شه 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 ما شاء الله، قديش تطاوع لا تلصق لا تتلبط لا حتى شيء. تعملوا سير كيف ما ريتو هكاك، تشدوا فرشيتة تكون يعني الراس متاع الفرشيتة هكا جويد معناتها كل شيء ماضي شوي حبيت نقول، وإلا تاخذوا سكينة زادة كيف كيف ماضي وتبدأوا تجرحوا بطريقة سهلة زادة وبسيطة على الآخر. كان ما عندكمش مثلا ذاك الدوي ولا حاجة هكاكا يعني باش تخدموا بها، وهكا اسهل حسيتها، لا تقعدوا تمسخوا في دول ولا ساشي ولا حتى شيء، وتقصوا بالطبيعة تعملوها بالطول اللي تحبوها انتم، طويلة قصيرة كعبة البشكوت وكما تحبوا انتم اللي يساعدكم. كيف كيف دخلوها للفور للي نتحصلوا شه 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 ما شاء الله. هذوما الكعبات الاولانيين اللي دخلناهم 15 دقيقة فور يشعل من فوق ومن لوطة 180 درجة. بالطبيعة كل فور وكيفاش، ديما عينكم ميزانكم ردوا بالكم عسوا حسيلو، المهم النتيجة تجينا حاجة بنينة وهشوشة نودكم ولن تشاهيكم. بالطبيعة تنجموا تخليوها هكاكا كيما تنجموا ترشوا عليها شوية سكر محور يعني سكر جلاس، كيما تنجموا تذوبولها شوكولاتة نوتيلا شوكولاتة تختيني اي نوع متاع شوكولاتة، شوكولا نوار شوكولا هكا بالحليب اللي يساعدكم انتوما، وتعملوا عليها رشة كيما تراو متاع اي فاكهة عندكم في الدار. ما عندكمش ماهيش حاجة لازمة وضرورية، انا جست لهنا ذوبت كيما ريتو شوية شوكولاتة تختيني وعندي شوية بيستاش حسيل كل مرة هكا نجبد منه شوية نزين به، نحب لونه خاطر يعطي لون مزيان الاخضر هذاك، سينو كيما قلت لكم شوية لوز شوية حاسي واللي عندكم كاكاوية ما عندكمش مش لازم. بنفس الطريقة باش نعمل الكعبات الاخرين الطويل، كان عملتها كعبة اطول شوية تنجموا تعملوها على اليمين وعلى اليسار، انا خدت كعبة صغرونة هذي باش نعمل من شيرة واحدة. وهذه النتيجة كما ريتو شه 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 ما شاء الله، والله نودكم ولنشهيكم. طريقة سهلة وبسيطة كما ريتو ويطيحوا ما شاء الله الخير والبركة، ديجا كلينا منهم راه حاسين، ان شاء الله تجربوهم وترحموني على والدي. وكان جربتوهم ان شاء الله وعملتوا بهم قهوة ولا كويس تاي، ما تنسيوش تعملوا تصور وتبعثوهم لي على الباج انستغرام تاي، حاجة تشجعني وتفرحني على الاخر. واي حاجة اخرى عملناها مع بعضنا زادة كيف كيف ما تنسيوش باش تصوروها. وقبل ما تمشي ما تنسيو زادة باش تعملوا اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلكم جديد بقدة ربي، وتشجعوني ونرجع لكم في الخير ان شاء الله. على بروشين في فيديو جديد بقدرة ربي.